انت شايف البهدله اللي انا فيها دي كلها؟ فاكره دي حاجه؟ ما شفتنيش لما كنت موظف. اكتر ناس بيصعبوا عليا حضرتك الموظفين. الموظف حضرتك بيتعذب عشان ياخد ابسط حقوق الاجازه. انت عارفه ان الاجازه دي قصه كبيره؟ يا نهار ابيض، مفيش مدير بيحط الاجازه في حجمها الطبيعي ابدا. الاجازه دي بيتعاملوا معاها لان هي خطيئه. دي اجازه يعني، مفيهاش مشكله. انا كموظف من حقي اني اتعب يوم او تروح عليا نومه ارتاح اي حاجه. الاجازه مش محظوره ولا مكروهه. مش معقول، ده حقي. التشدد ده نساهم انواع الاجازات الفعليه، غسلوا مخنا، مسحوا تاريخنا. هي الاجازات من اول ما بدعوها بتتصنف ايه؟ انا هقول لك تصنيفهم عشان نفكرهم وننكد عليه. معلش خدي عندك. اول اجازه طبعا العارضه. كلامهم مش كلامي. حصل شيء عارض منعني من الحضور، مش عجبه يعني. واظن مفيش حاجه لا في قانون العمل ولا في الشرع تجبرني ان ابرر او اشرح ايه نوع العارض ده بالذات. عارض اعمل ايه؟ تلاقي المدير مصر يعرف انت خدتي اجازه عارضه ليه. اتفضل يا استاذ احكي لي بالتفصيل ايه اللي منعك من الحضور. يا فندم والله ما تحب تعرف ولا تفاصيل ولا ينفع اوريك اي حاجه. دي عارضه فسيبني في حالي. في حاجات يفضل السكوت عنها. مش هينفع. الصنف الثاني من الاجازات بقى اجازه اعتياديه. شوفي اسمها، شوفي نعمه ازاي. عادي، صحيت يوم اعتيادي، لبست اعتيادي، دخلت الحمام اعتيادي، فطرت اعتيادي، وقررت اقعد في البيت اقضي مع اولادي يوم اعتيادي جميل. ليه الاسئله الكتير دي؟ يعني في ايه بقى؟ عايز اجازه ليه؟ ما قدمتش عليها من بدري ليه؟ واخد اسبوع بحاله ليه؟ في ايه؟ انا عندي رصيد اجازات. ده رصيدي، مش مستاهله بقى كل الاسئله دي. ينفع اروح البنك اطلب من رصيدي يقول لي لا مفيش خليك عايزينك؟ ايه اللخبطه دي؟ ما ده رصيدي حقي. وطبعا عندنا كمان يا ستي الاجازه المرضيه. اظن في عندنا بواقي انسانيه تخليني مش محتاجه اخوض في النوع ده ولا برره. ده مرض، مرض. اخش على اي حد، انت مريض اتفضل ارتاح. لا، وعلى فكره اضطرابات النوم مرض، الانعزال عن الناس مرض، الخوف من اماكن العمل مرض، الحب مرض. ده الحب مرض وبهدله. كل دي امراض من حقي، يبقى كده اروح على المرضي على طول. طبعا في عندنا كمان اجازه الوضع يعني، ونلاحظ ان هو مصطلح فضفاض شويه، نهايه مفتوحه كده، مش محددين وضع ايه. ولما بيوافقوا عليها ما بيدوهاش غير للستات. يا سلام، انا مش فاهم. ما انا من حق اخد اجازه اضع فيها. اضع مش لازم اولد يعني، بس اضع ايه بقى؟ انا حر يعني. اضع خطه لمستقبلي، اضع النقط على الحروف، اضع راسي مطرح ما اضع رجلي. يا اخي مالكش فيه، فاهم قصدي؟ قانون العمل في صفي بيحميني. لا في السليم، ما ده وضع، اخد وضع. احنا لازم نضع حد بقى لقصه الاجازات دي يعني. مش لازم بقى نقعد لبعض على الواحده وسين وجيم. عطلت هي اسمها عطله ليه؟ عشان انا عطلت، دي اجابه كافيه. هو يعني لازم سبب عنيف علشان خاطر الواحد ياخد اجازه؟ انا بقى عندي اسباب تانية من حق الناس انها تاخد فيها اجازات. انا عايز اعمل بيها قانون. لا لا لا، عندي اجازاتي، في اجازات وهتسمعيها تقتنعي تماما يعني. خدي عندك مثلا اجازه المنيه. المنيه لو اللي زهقان، واحد زهقان منيه كده، تصحى من النوم مثلا يوم كده منيه، مالكش مزاج منيه كده. مفيش اي تعريف ولا اي صفه للموضوع ده. ده يعمل ايه؟ بذمتك تقومي تلبسي وتنزلي وتروحي الشغل ازاي من غير نفسي كده؟ قرفان، ما تتنيق تقعد في بيتكم لغايه ما دوره حياه التنيئه دي تنتهي، فك يرجع لطبيعته يرجع تاني. حرام، دي اجازه. في بقى كمان اجازه المقبوض. اجازه المقبوض دي اللي هي بتاعه اليوم باين من اوله، الصبح تنزلي رجلك من على السرير تخبطي صباعك في الكومودينو، ده فاتحه كلام، تنور النور تتكهربي، تخشي تستحمي تلاقي ماما مشغله ميه سخنه في المطبخ، تسقعي جوه تتلسعي. لا بصي، ده يوم تخديم القصير وتقعدي في البيت، لان اليوم لو كمل على استقامته بنفس الاسلوب ده هتاخدي الميكروباص بالحضن. فعلى ايه؟ ده هو يوم باين من اوله. بلغي في شمس الخير يا فندم، انا النهارده قلب مقبوض تقعدي. احنا مش شغالين في ناسها يعني، مش معقول. وطبعا عندنا اجازه مهمه جدا جدا اللي هي اجازه تغيير الفصول. الوقت ده اصله مربك والله، بيصعبوا عليا. تلاقي الشارع مقسوم نوعين، ناس لابسه بلوفر صوف وجاكيت جلد وماشيين نص سوا وشوشهم مورمة من الحر زي الفراخ المندي. لابس تقيله مكشر ليه؟ اقلع. ما صحش اقول له كده بقى، ده ياخد اجازه. ناس تاني لابسين نص كم وشعر ايديهم واقف عاملين زي الفراخ المجمده وشوشهم لونها موف كده، مش مميز، اتلخبط يا عيني. حاله الفراخ دي بانواعها، واحد يقعد في بيته لحد ما الدنيا تستقر، الصوره تتضح، الجو مش مستحمل، ادينا ننزل شغلنا. شفتي بقى احنا شغلتنا حلوه ازاي؟ ما ادناش بقى التقفيله بتاعت شهر اجازه براحتنا. فنانين، عارف فنان ده بيه؟ قاعدين اهو، بص نشتغل نفكر ندردش نتكلم براحتنا، عملنا فن ما عملناش يعني احساس. احمد ايوه يلا عشان هنصور. لا انا منيق دلوقتي. نعم يا حبيبي اخلص. حاضر يا استاذ. حاضر، معلش انا اسف جدا، البيت بيتي. ايوه استاذ حاضر، انا جاي اهو. ايوه